تأخير الموازنة ليس لا يتحمل مسؤوليتها اللجنة المالية ولا مجلس النواب. موازنة 2021 نحن يعني أخذنا وقتا أطول بكثير من هذا الوقت، أخذ من عندنا حوالي 45 يوم. لحد هذا اليوم نحن لم نصل إلى 35 يوم، علما بأن هذه الموازنة تختلف عن الموازنات الأخرى بأنها أكبر موازنة وفيها أكبر عجز وهي ل3 سنوات. وقضية الإقليم أيضا لم يأخذ الوقت الطويل من حتى من هذه المناقشات الطويلة للموازنة، إذا كانت طويلة هي أخذت خلال يومين تم حسمها بأغلبية سياسية. فبالتالي الملام ليست اللجنة المالية ولا مجلس النواب ولا الإقليم في أي تأخير. هناك خلافات، وهذه الخلافات يجب أن يكون لها حلول، لأنه نحن جميعا باعتقادنا هذه الفرصة التي أتت، نحن جميعا نرغب أن يكون هناك حكومة مستقرة آمنة، وأيضا يكون في نفس الوقت هناك حلول جذرية للمشاكل المتجذرة والتي طال عليها أكثر من 20 سنة. فقضية مثلا ملف النفطي، هذه أول مرة يتفق جميع الأطراف أن يكون هناك تشريع لقانون النفط والغاز، المادة 140، هذه أول مرة يتم الحديث عن هذا الموضوع. بالتالي باعتقادي الإقليم جاءت هذه المرة لتسليم النفط، فالتعقيدات هي التي ستحول دون تسليم النفط من وجهة طيب نظري.